إذا ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة في الكنيسة الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك معنا. إذا سيد الطيبي، كيف تنظر إلى تصريحات رئيس تحالف أزرق أبيض بني غانتس بالعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والتي يعني صرح بها قبله بنيامين نتنياهو؟ تصريحات غانتس ومناورات ما يسمى بضم غور الأردن هي لعبة خطيرة، قلنا ذلك لكحول لافان ونقول ذلك علنا في كل مكان. كحول لافان يزاودون على الليكود من اليمين، ونتنياهو كان أكثر من 10 سنوات في الحكم لم يضم غور الأردن، وإنما زاود وتحدث علنا، ويبقى ذلك بالنسبة له مناورات انتخابية. يأتي هنا كحول لافان ليضغط أكثر على بنيامين نتنياهو، وتدخل هذه اللعبة في منحدر خطير. لذلك حذرنا ونحذر في القائمة المشتركة كل الأحزاب وتحديدا كحول لافان من التدهور بهذا الاتجاه، لأنه غور الأردن هي أرض فلسطينية محتلة، وهذا مخالف للقانون الدولي، وهذا مس لموقف المملكة الأردنية الهاشمية. وما من شك في أن كحول لافان يجب أن يتوقف عن الحديث بهذا الشكل عن فكرة الضم وإمكانية الضم. نعم سيد الطيبي، لو تسمح لي هنا أريد أن أسأل عن ماذا ستفعلون، توجهكم أنتم يعني في الكنيسة، هل يكفي التحذير في الوقت الذي يسعى نتنياهو إلى تنفيذ ضم يعني ضم غور الأردن قبل الانتخابات وطرحه على الكنيسة؟ هل يكفي التحذير؟ ما هو موقفكم في الكنيسة لتعطيل هذا التوجه؟ يعني لا أعرف إذا نتنياهو كان سينفذ كلامه ويطرح اقتراح قانون في الكنيسة في الأسبوع القادم، ولكن إذا طرح القائمة المشتركة ستتصدى لهذا القانون وتصوت ضده وتجند للتصويت ضده. نتنياهو كما يقول المقربون منه يطلب موافقة الإدارة الأمريكية على فكرة الضم، ويجب على المجتمع الدولي والدول المعنية في المنطقة أيضا زيادة الضغط على هذا نتنياهو، لأنه يلعب بالنار ويمس في كل التوازن الإقليمي هنا، وكأنه يعتمد على ترامب فقط ولا يهمه المجتمع الدولي إطلاقا. إحنا في القائمة المشتركة أكثر من يعارض فكرة الضم في الداخل، بينما كحول لافان ونتنياهو يتنافسون من يتسابق على طرح الموضوع. نعم، يعني هل هي الضمانة الوحيدة لديهم هي دونالد ترامب، ونحن مقبلين على في الفترة القادمة على انتخابات رئاسية مهما كانت حظوظ دونالد ترامب، لكن يعني السياسة تحمل جميع المفاجآت والاحتمالات، والذي يقصده غانتس حين يقول إن هذه الخطة ستتم بالتنسيق مع الأسرة الدولية، ما الضمانات التي يحملها حتى تتم هذه الطروحات وهذه التوجهات لديهم بمباركة دولية كما يقول؟ في المرة السابقة التي تحدث نتنياهو فيها عن إمكانية الضم وصلوا تحذير شديد اللهجة من المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا خفف من اندفاعه في هذا الموضوع، كان ذلك تحذيرا دبلوماسيا ممتازا وبمكانه. يجب زيادة الضغط على بنيامين نتنياهو، خاصة أنه هو موجود في أزمة الحصانة وتقديمه للمحاكمة في خضم حملة انتخابية، وهو مستعد أن يعمل أي شيء للتغطية على قصة المحاكمة والحصانة وبضمنها فكرة الضم وزعزعة المنطقة إقليميا. أيضا يجب تجنيد المجتمع الدولي، ترامب أيضا موجود في انتخابات، هو بحاجة لأصوات اليمين في أمريكا، ووافق شن طبقة في هذا الموضوع، وبالرغم من صعوبة الموضوع يجب أخذ ذلك بنظر الاعتبار مع هذه المعطيات التي قلناها عن نتنياهو وعن ترامب ما قبل الانتخابات.
نعم، يعني هذه التصريحات في حال المباشرة بها وتحويلها إلى خطوة ملموسة على أرض الواقع، إلى أي مدى يمكن أن تحمل المنطقة إلى مرحلة جديدة من الصراعات؟ ما من شك في أن هذا التطور خطير جدا سيكون في حال بدأوا بخطوات عملية. حاليا الكلام هو كلام فقط وليس خطوات عملية، وأعتقد أنه ما قبل الخطوات العملية كما أشرت قبل قليل يجب أن يكون هناك في تحرك إقليمي دولي لوضع حد لهذه المزايدات ما بين نتنياهو وغانتس. إحنا قلنا ذلك علنا لكحول نافان أن يتوقفوا عن ذلك، لأنه بسببهم يندفع نتنياهو نحو فكرة الضم، وبسبب التنافس الحزبي بين كحول نافان والليكود، بين غانتس وبنيامين نتنياهو. رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة في الكنيسة الإسرائيلية السيد أحمد الطيبي، شكرا جزيلا لك.